وأما عن مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم، فقد خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى والجنة، فاختار لقاء الله والجنة. فمرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. فلما لم يقدر على الصلاة في المسجد أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، إشارة إلى أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب حتى رأوه، فأشار إليهم أن يتموا صلاتهم، وتبسم صلى الله عليه وسلم. ثم لما اشتد الضحى توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم أكبر مصيبة حلت بالمسلمين. لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم ودفن أظلم في المدينة كل شيء. اغتم المسلمون لموت النبي صلى الله عليه وسلم غما شديدا، ثم اجتمع الناس على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة، ولم يتخلف عن بيعته أحد لما يعلم الناس من سابقته رضي الله عنه في الإسلام ومن فضله على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم غسل صلى الله عليه وسلم وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، ثم دفن في موضعه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفن بجانبه أبو بكر الصديق لما توفي، ودفن بجانب أبي بكر عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ففي حجرة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وتلك سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يقبضون. وصلى الناس، صلى الإنس والجن على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ختام هذا المجلس نشهد الله تبارك وتعالى في عالي سماه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ولا نقول إلا كما قال حسان بن شاعر، إلا كما قال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسن، في جنة الفردوس واكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.